السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة معايا هايدي بنتي، عايزة تعمل تسريحة كده بسيطة. يلا بينا بقى يا بنات مع بعض، وكلنا نبدأ التسريحة مع هايدي ونشوف هي عايزة تعمل تسريحة ايه وكده، وهتعملها ازاي. يلا بينا بقى يا بنات مع بعض، نقول بسم الله. هايدي شعرها كانت غاسلة شعرها وحطت فيه نسبة بسيطة جدا من الزيت. نبدأ بقى ان احنا نسرحها لها معانا. بسم الله. بصوا، في الاول انا هاخد لها شعرها بس كده، هقسم لها شعرها بالنص زينا كلنا ما بنسرح شعرنا كده. هبصوا بالراحة كده، مش شايفين كده ازاي يا بنات قسمت لها شعرها؟ بعد كده بقى يا بنات الجزء اللي انا قسمته ده باخده من هنا، ابدا اسرحه بالراحه كده من تحت لفوق. وبعد يا بنات ما سرحنا لها شعرها كده بالشكل ده، هنبدا بقى ان احنا نقسمه. شايفين كده بعد ما قسمناه كده بالنص، قسمناه نصين، هنبدا بقى نقسمه نصين تانيين هنا كده اهو. شايفين كده ازاي؟ همسك بقى الناحية دي كده اهو، اهو شايفين كده اتقسم معايا بالنص كويس جدا. هقسمه لازم يكون مظبوط اهو. همسك النص ده، اخد بس التوكة كده، النص بقى اللي انا قسمته هنا ده اهو كده اهو، بمسكه هايدي لف كده، هايدي لف كده. النص بقى يا بنات اللي انا قسمته كده ده هاخده بقى من هنا كده، شايفين وشها ازاي؟ هروح قسماه عاملاه نص تاني كمان كده. شايفين كده بقت ازاي؟ اوضحها لكم بس شويه عشان هي كده مش مظبوطه كويس اهي. اهي بقت كده. ناخد بقى الجزء ده اهو زي ما احنا شايفين كده. هي هايدي نوع شعرها مش الشعر اللي هو بيتلم، شعرها من النوع اللي هو بيهيش، فالتسريحه دي لو بنتك شعرها من اللي بيهيش وما بيثبتش وكده، لا هتكون كويسه جدا معايا بصراحه. بصوا كده يا بنات اهي، ده بقى ان انا اسرحها كده. بصوا احط التوكه من قدام هنا، هدي لون الطقم بتاعها. مش شايفين كده ازاي؟ اهي نروح اخدين التانية كمان بالشكل ده. شايفين كده التانية عاملة ازاي؟ بصوا سهلة وبسيطة جدا، بس في الاخر بتدي شكل جميل. بصوا اجيب اتي ميدو التوك الازرق، ميدو طبعا قاعد هو كمان عايز ايه يا ميدو قاعد هو كمان عايز يسرح زي هايدي، بس ابدا دي للبنات وبس اهو. شوف شايفين كده اهو، عملنا الاتنين كده. نروح بقى على الناحية اللي احنا ايه ركنينها على جنب دي. استني هايدي اهي، بصوا طريقتها سهلة وبسيطة جدا. بصراحه يعني انا لما بعمل لها التسريحه دي كله بتعجبه قوي، يفضلوا يقولوا لي عاملاها ازاي. بس يا ميدو، بس يا ميدو خدي هايدي شويه دول كده عندك. بصوا كده اروح جايبه توكه من هنا كمان. بس يا هايدي اثبت يا ماما. هايدي طبعا يا بنات من الناس اللي ما بتحبش تثبت اصلا. اهو كده اهو، واحط لها التوكه بس يا ميدو اهو. فاضل اخر جزء في الناحيه دي، هعمله برضو بتسرح واعمله بالتوكه واوريه لكم اهو كده يا بنات. بعد ما خلصت لها الناحيه دي، خدنا بقى الجنب ده كمان معانا اهو. هي دي كانت بالاورنج،
سرحها بس كويس. بصوا التسريحة دي ما اقولكوش بتثبت في الشعر قد ايه. يعني البنات شعرها طبعا شعرها بيهيش وبقى وما بيعرفش يتمسك كويس، ده هي دي احسن حاجة ليه. ما تلاقيش بصوا شعرها كده طالعة بره مكانها. بصوا بقى هنا همسك دي اخلي دي قد دي قد التانية اللي شبهها، اهو شايفين كده ازاي. ارجعي كده يا هويدي، ايوه بص بقى الجزء اللي فاضل ده قد ايه، هاخده بقى اقسمه بالنص. شايفين كده ازاي بقى شعرها عامل زي المروحة. اظبطها بس عشان هي كده ايه مش زي التانية، احنا عايزينها زي التانية بالظبط. ايوه كده شايفين كده يا بنات. هي كده وابدأ بقى احط لها التوجة واحط كمان للتانية التوجة وهوريكم اعمل فيها ايه بعد كده. بصوا كده يا بنات، انا بعد ما لميتهم كلهم بقوا معانا بالشكل ده كده. نبدأ بقى ان احنا نمسك كل واحدة اهي، بسم الله كل واحدة نلفها بس كده، والتانية هي كمان كله بالشكل ده. هاي دي اثبتي ما هو كله بالشكل ده كده اهو كده. اهو كده هجيب بقى توكة واحطها فيهم. هي دي تظبط عشان تطلع مظبوط. لازم اهم حاجة ان هي في المرحلة دي بالذات ان هي تثبت عشان التسريحة كلها تتظبط. شايفين كده بقت عاملة ازاي، هي كده اهو. هبدأ بقى ان انا احط لها دي كمان. شايفين كده يا بنات بقت عاملة ازاي، نحط لها بقى دي. بصوا كده الشكل بقى عامل ازاي، بصراحة بقى شكلها جميل جدا. بصوا كده من هنا شوفوا، بصوا الناحية التانية كده. هصور لكم هيدي بقى واوريكم الشكل الاخير. وده كده يا بنات شكل التسريحة بتاعت هيدي. بصوا كده عاملة ازاي، شايفين كده. يا رب بقى يا بنات تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.